مرحبا. بلش شهر أدار والمعروف عن أدار شهر المفاجآت، بس تكون العالم عم تستعد لفصل الربيع بيطل علينا أدار بشي شتوي قوية أو عاصفة ثلجية، ومن هون إجا المثل اللي بيقول خبي فحماتك الكبار لعمك أدار. بس السنة على غير عادي، بلش أدار بحرارة مرتفعة والهيئة رح يضل هيك كذا نهار. شو قولكن، معقول يقلب الطقس فجأة ونشوف أدار المعودين عليه؟ انطرونا كل ليلة نخبركن عن أحوال الطقس يلي عم تغير يوم بعد يوم. وبالعودة لطقسنا، كتل هوائية حارة عم بتسيطر على لبنان والحوض الشرقي، البحر الأبيض المتوسط الحرارة مرتفعة لفوق معدلات الموسمية، رطوبة منخفضة، البحر متوسط الموج وحرارة المياه 20 درجة. اليوم طقسنا بلبنان غائم جزئيا مع ارتفاع بدرجات الحرارة فوق 26 درجة، وأكيد فوق معدلات لمثل هالوقت من السنة، وظهور طبقات من الغبار بالجو خاصة بالمناطق الجنوبية، كما بتنشط الريح أحيانا. وهلا نبقى بجولة على درجات الحرارة اللي رح تسجل الليلة على الساحل، عم بتسجل 14 وبالبقاع 7، المرتفعات 12 و4 بالأرز. أما كيف رح تكون درجات الحرارة اللي رح تسجل اليوم ببعض المناطق اللبنانية، ومنبدأ تحديدا من لقبية 22، باب التباني 24، غابات 24 درجة، طقس عم بيكون مشمس كليا، ومن بعدها برج رحال 26 درجة، الخيام 23، ومن بعدها علي النهر 22، عرسال 22، وزغرين 25 درجة. أما بالنسبة لرطوبة تتراوح بين 40 و75%، حرارة سطح الماء 20 درجة، وسرعة الرياح بين 10 و35 كيلومتر بالساعة، والرياح عم بتكون شرقية. أما كيف رح يكون الطقس اليوم واليومين اللي جايين، خلينا نشوفهم سوا. اليوم تتراوح بين 15 و27، وبكرة بتوصل ل 28 وأدنيها 16 درجة، ونهار الخميس في احتمال لهطول أمطار بتفرقة وبتتراوح بين 12 و22 درجة. وهلا بنبقى بجولة على درجات الحرارة ببعض العواصم العربية والعالمية، ونبدأ من القدس 23، صنعاء 26، مسقط 28 درجة، ومن بعد الخرطوم 40، والقاهرة 34، وأخيرا بتنتهي جولتنا بلندن 11. وهيدا كان طقسنا لليوم. أما هلا بترككم تابعوا آخر أخبارنا.